الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا له وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وتسليمًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى يختار الأزمان ويختار الأماكن ويختار الأشخاص عن علم وحكمة، ويفضل بعضها على بعض، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى على من يختارهم سبحانه للأولية. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى اختار أفضل البشر، اختار الأنبياء والمرسلين، ثم بعدهم العلماء الربانيين، فجعل الله عز وجل لهم ميزة على غيرهم. وأكثر سبحانه وتعالى من ذكر فضائلهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والأدلة يا عباد الله في فضل العلم والعلماء كثيرة جدا، وهذا يا عباد الله طرف من هذه الأدلة المذكورة في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى أشهد عباده العلماء على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهذا دليل فضلهم وكبير قدرهم. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل عباده العلماء هم الذين يخشونه ويخافونه. وأعد الله سبحانه وتعالى لمن خشيه وخافه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وبين سبحانه وتعالى أن العلماء هم الفاهمون العاقلون. قال سبحانه وتعالى: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم درجات، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، لأن الله عز وجل فضل العلماء على غيرهم، وجعلهم هداة يهتدي المهتدي بهم، فهم كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه صحيح، أن العلماء كالنجوم يهتدى بهم في الظلمات، وهم زينة في الأرض، وهم رجوم للشياطين،
شياطين الإنس والجن. نعم يا عباد الله، وقد تكاثرت في ذلك الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. وقال: فمن أخذ أخذ بحظ وافر، أي من أخذ العلم من الأنبياء أخذ بحظ وافر، وعلى قدر أخذ العلماء من الميراث يكون قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. فيكفي العلماء فخرا ويكفيهم فضلا أنهم ورثة الأنبياء. نعم يا عباد الله، العلماء هم ورثة الأنبياء، يبينون الحلال من الحرام، ويبينون المجمل من المفصل، ويبينون المحكم من المتشابه، ويبينون دين الله عز وجل، وينصحون ويهدون ويردون على أهل الضلال وعلى أهل البدع، وينصرون دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الناس في حاجة عظيمة إلى العلم والعلماء، بل إن الناس من غير العلماء شبه البهائم، لا علم ولا أدب. نعم يا عباد الله، نعم يا عباد الله، الناس من غير العلم والعلماء شبه البهائم، لا علم ولا أدب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مقت الناس أجمعين، عجمهم وعربهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، حتى بعث الله عز وجل نبيه بنور العلم والنبوة. نعم يا عباد الله، الناس إن لم يكن لهم علماء يهتدون بهم صاروا في هذه الحياة شبه البهائم والأنعام. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فيا عباد الله، إذا عرفنا هذا الأمر العظيم، وأن العلماء لهم هذه المزية العظيمة وهذه الفضيلة الكبيرة، علينا أن نحرص عليهم، وأن نقدرهم، وأن نبجلهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فقد ضل السبيل وخالف الدليل. فعلينا أن نحرص عليهم وعلى مجالسهم، فبهم تكون نجاة الأمة وقيادة الأمة، والرد على أهل البدع والضلال الذين يريدون هدم هذا الدين. عباد الله، إذا عرفنا هذه الفضائل، وهذا شيء من الفضائل، علينا أن نعلم خطورة موت العلماء، فإن موت العلماء هو ذهاب العلم. ولذلك يا عباد الله، إذا كثر موت العلماء عظم علينا الحرص على العلم والعلماء، لأن بموتهم يا عباد الله يكون ظهور الجهل وخفاء العلم وقيام الساعة على شرار الخلق. نعم يا عباد الله، جاء في الحديث أن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويخفى العلم، وخفاء العلم وقبضه يكون بموت العلماء. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعلى هذه الحالة تكون قيام الساعة على شرار الخلق،
والناس في ضلال مبين. نسأل الله العفو والعافية. نعم يا عباد الله، موت العلماء ثلمة في الإسلام لا تسد. قد قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال عطاء وجماعة من السلف: قال نقص الأرض موت العلماء وذهاب الفقهاء. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، جاء الناس إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة، وقالوا له عن موت زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، والشكر له كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن نذير موت العلماء قد كثر في العقد الأخير، ففي العقد الأخير قد تكاثر موت العلماء، تكاثر بشكل كبير، وهذا نذير خطير يا عباد الله، نذير بقبض العلم وحلول الجهل وسؤال أهل الضلال الذين يضلون الناس بغير علم. وهذا يا عباد الله قد رأينا منه شيئا واقعا في تصدر أهل الضلالة وإفتائهم للناس بغير علم أو بقصد لإضلال الناس، فهم شياطين يظهرون ويتكاثرون عند موت أهل العلم وقلة العلم، فيشياطين الإنس والجن يتكاثرون عند خفاء العلم وظهور الجهل. أما إذا انتشر العلم وكثر أهل العلم فإنهم يخنسون، لأن بوجود العلماء يكون خنوس الشياطين. عباد الله، إن مما حصل في الأيام الأخيرة هو موت عالم من علماء الإسلام، وهو العالم الجليل الشيخ صالح اللحيدان. وهذا يا عباد الله نذير كما ذكرنا بموت العلماء في العقد الأخير خصوصا، ولكن هذه وقفات يا عباد الله. الوقفة الأولى: التفاف الناس حول العلم والعلماء، وظهور يا عباد الله حب المجتمع لعلمائهم ولقادتهم، فما رأينا من الناس إلا حبًّا للعلماء واجتماعًا عليهم وعلى جنائزهم وذكر فضائلهم. وهذا يا عباد الله يغيظ أهل النفاق، يغيظ أهل النفاق والشقاق الذين ما فتئوا يطعنون في العلماء ويتنقصونهم، ولكن في مثل هذه المواقف يظهر لهم وقوف المجتمع مع علمائهم، فما رأيناه يا عباد الله من جنازة مهيبة يدل على التفاف الناس حول علمائهم. وإن حاول أهل الشر إظهار الشر وأن المجتمع قد انحل، فنقول لهم رويدا رويدا، فإن المجتمع لا زال في خير ولا زال الناس في خير. وهذا يا عباد الله يجمع لنا أمرين: الأمر الأول المصاب والحزن على الفقر، وأيضا الفرح والسرور بالتفاف الناس حول العلماء. الوقفة الثانية يا عباد الله: نعم موت العلماء نذير، ولكن الإسلام لا يقف على أحد، الإسلام لا يقف على أحد أبدا،
فإياكم وإياكم واليأس أن يدخل في قلوبكم، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الإسلام، ومات أبو بكر وبقي الإسلام، ومات عمر وبقي الإسلام، ومات عثمان، ومات علي، ومات الصحابة والعلماء والأئمة وبقي الإسلام، وسيبقى الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن الشأن يا عباد الله أن نكون من أنصار هذا الدين، وإلا فإن الإسلام باق ما بقيت الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين من أجل أن يبقى. نعم يا عباد الله، أنزل الله هذا الدين من أجل أن يبقى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم يا عباد الله، يكون النقص بموت العلماء، ولكن الإسلام لا يموت. نعم الإسلام سيبقى شوكة في حلوق أهل الضلال وأهل الشرك. وأبشروا فإن أمة محمد ولاده، نعم أمة محمد ولاده، أمة محمد ولادة للعلماء، ولادة للعلماء الربانيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف هذه الأمة خيرا مما فقدت، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار ما تعاقب الليل والنهار. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.